المستثمرين ممكن يقدموا ايه او ممكن يستفيدوا ايه في المؤتمر ده؟ مفيش زي ما احنا اتفقنا على الطاوله دي ان مفيش تخطيط اقتصادي بدون المستثمرين، لان هم زي ما حضرتك عارف كده مثلث الاداره الاقتصاديه ثلاث اطراف في الدوله: القطاع الخاص، ثم المجتمع المدني او الهاوس هولد او المستهلكين. فالمستثمر هو الطرف الرئيسي، هو اللي بيخلق فرص العمل، هو اللي بيخلق الانتاج، هو اللي بيخلق الاستثمار، هو اللي بيخلق القوه الانتاجيه، مش الدوله. الدوله ريجليتر، طبعا الكلام ده في كتاب الاقتصاد وكلنا عارفين. الدوله ريجليتر، الدوله منظم زي الاب. مش مفترض ان الاب يقول لاولاده اشتغل، ذاكر، عملت ايه النهارده، وريني. لا، انا بديله الامكانيات وبربيه وبهيئ له الغرفه بتاعته وبحط له الكمبيوتر واديله كل وهو يشتغل ويذاكر، وراقبه كل شويه واشوف كده بحاط الكاميرا كده بيشتغل. كلنا بنعمل كده في البيت، صح؟ انت ضحكت لان اكيد عندك ولاد، فكلنا ايه بنقعد نراقب. انا الضحكه دي فهمتها، فكلنا عندنا ولاد بتعمل ايه، وافضل اراقبه كده واشوف النتائج بتاعته. فانا مش مفروض ان انا انتج، مفروض ان انا احسن. عشان كده في جزء اللي هو المحور الثاني اللي هو تهيئه بيئه الاعمال، مهم قوي. وانا عجبني ان هو رابط المستثمر زي ما حضرتك قلت، المستثمر عايز منه ايه، بتهيئه بيئه الاعمال. لان انا مطالب كحكومه اذا كان المستثمر ليه مطالب، انا كنت مطالب كحكومه بان انا اهيئ واكسر بقدر الامكان الروتين والجمود، خلينا نتكلم بصراحه، الجمود اللي موجود في الاليه الحكوميه وخليها اسرع. انا برضو بقول لحضرتك لما تسافر تروح امريكا وفرنسا ماليزيا تلاقي الاوتوميشن كله النهارده بالابلكيشن، كله النهارده بالابلكيشن. في كثير من الاحيان طبعا انا عندي طبعا حركه اتمامه كبيره جدا، لكن كله النهارده بالابلكيشنز، ومحتاجين ان يعني اشياء تبقى اسرع. صحيح في مجهود، وانا شايف السيد الرئيس يعني بيتكلم على التنافسيه وبيتكلم على السرعه. يمكن السيد الرئيس حتى في احدى لقاءاته بالظبط في دايما السيد الرئيس كان ومنذ ان اتى الى السلطه اتى بكلمه او بكلمات لم نتعود عليها من قبل، اللي هو معيار السرعه. احنا دايما كنا بنشتغل على خطه اقتصاديه، لكن دايما هيخلص امتى؟ هيخلص ليه؟ لان في التنافسيه احنا زمان واحنا في الكليه كنا بندرس المنافسه، الكومبيتيشن. النهارده بندرس التنافس، كومبيتيتفنس. يعني ايه كومبيتيتف؟ يعني النهارده انت اشتغلت السنه الجايه اشتغلت وعملت حاجات زي الفل رائعه، عملت حاجات تحفه. السنه الجايه هتلاقي واحد عمل زيك واحسن، فتلاقي اللي انت عملته بقيت في الدرجه الثالثه والرابعه والخامسه. ففي ناس اصلا. فالنهارده العبره بالسرعه وليس بالحجم. ويمكن ده بيفكرني بكلمه كارل شواب في منتدى دافوس اللي كان دايما بيقولها. كان يقول لك زمان احنا كنا نقول the big fish eat the small fish، السمك الكبير ياكل السمك الصغير. اما اليوم اصبحنا نقول ان السمك السريع ياكل السمك البطيء. فالعبره اليوم ليست بالحجم ولكن بالسرعه. محتاجين نبقى اسرع، محتاجين نبقى اكبر. الهند على سبيل المثال، دكتور مصطفى ذكرت ان احنا عندنا فرصه مثلا على سبيل المثال بعد الازمه. الهند النهارده بتعمل برين جين وتجيب العقول المهاجره في الخارج وبتسوق نفسها على انها البديل للصين في حاله حدوث مشاكل مع امريكا والبديل لاوروبا. فالديلوكاليزيشن اللي حضرتك اتكلمت عليها النهارده فيري اكتف. كتير من الدول الاوروبيه بتدور على ملاذ امن. طبعا الصين يعني تقليديا، لكن الصين حتى بدات تطرد، حتى يعني شوف وصلنا لفين. العالم بيغير بشكل كبير، بدات تطرد الشركات العالميه والشركات الملوثه وتروح لفيتنام، وفيتنام تطردها لبنجلاديش. يعني شوف العالم بيتغير ازاي، ما حدش عايز هذه الشركات. فالنهارده احنا عندنا فرصه. اذا كنا بنتكلم على الهند اللي بتحقق 6%، لا يا فندم، احنا عندنا شمسنا. وانا مش الكلام ده مش انشا، ولا الشمس بتاعتنا والموقع بتاعتنا والوصف والتاريخ والجغرافيا بتاعتنا نقطه مركزيه جدا. ان انا اقدر ان انا اجذب استثمار ووطن استثمار اجنبي مباشر. صح. يقدر يعمل طفره. وبعدين محتاجين الاستثمار الاجنبي المباشر طبعا. صح. مع الاستثمار المصري، لانه هيجيب التكنولوجي ويجيب النوهاو ويجيب المعرفه اللي احنا ممكن ما نبقاش قادرين او عارفين ان احنا نجيبها عندنا. 300 مقترح